قدسك يعني أكيد عاصرت نياحة البابا كرولوس. استقبلت الخبر إزاي؟ وكان واقع الـ 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 الصدمة إزاي يعني؟ أنا شخصياً مجرد ما سمعت لم أتملك نفسي الحقيقة يعني. يعني أنا يمكن انهارت يمكن في البكاء وقعدت شوية كده يعني، وأنا الدنيا مش مظبوطة. مش بس مش مظبوطة، إحنا كنا في وقت صعب كمان يميها يعني كنيسة خليت على وضع معين وما إحناش عارفين الدنيا هتعمل فينا يعني. بس فكان طبعا تأثير الصدمة صعب يعني، لأنه ما كانش في سابق أنظار يعني، ما كانش مريض، ما كانش حد هيحس إنه تعبان، ما فيش حاجة يعني، فكانت مفاجأة يعني. فالمفاجأة كان بالنسبة لي أنا شخصيا كانت صدمة يعني، ويمكن أنا قعدت يمكن 3-4 أيام مش مركز ما بتكلمش، بصلي قداس واروح البيت على طول يعني، واخد بالك معايا؟ بس ف لان يعني كان خساره مش سهله يعني. طبعا ما كانش في سبب انذار ولا عيا ولا مستشفى ولا اي حاجه؟ ما فيش، ما سمعناش بحاجه خالص يعني. بس يعني كان وقعها صعب خالص يعني.